الارهابيه من غزتنا الارهابيه بيتنا الشعبيه من جبهتنا الشعبيه من جبهتنا الشعبيه يا اسرانا يا ابطال يا اسرانا يا ابطال انتوا عنوان انتم تخرجون عن صدكم لتصرخوا في كالبركان شعب انطافت كالبركان شعب انطافت كالبركان الشعب الفلسطيني لا يزال في سجنه بفرنسا فقط لأنه لم يرضى أن يقدم اعتذارا للجلاد الأمريكي والصهيوني والإمبريالي. أما المناضل الكايد فأكد أنه لم يخوض إضرابه المفتوح عن الطعام من أجل التفاوض مع الاحتلال بل من أجل انتزاع حريته. الأردنية والثورية الفلسطينية والعربية والأممية سيبقى متواصلا في مواجهة الإمبريالية والصهيونية وبالضبط من أجل إطلاق سراح رموز المقاومة وعلى رأسهم جورج عبد الله والأمراء الفلسطينيين. الحضور الكرام من أمام المركز الفرنسي في مدينة غزة نؤكد للرفيق جورج عبد الله أن رسالتك للرفيق بلال ولشعبنا وللمقاومة قد وصلت ونعاهدك أن نبذل كل الجهود ونستخدم كل الوسائل المشروعة للمضطهدين في زمننا هذا ولأن هذا ما آمن به. من الغريب أن يكون المدعي العام في بيروت زي بخيمة التضامن خلل لأمس أن تضع قضية الأسر الفلسطينيين على رأس لائحة مهام الملحة. فاشل الكلام.